اليوم السوداني ليس هو صاحب القرار، هناك نعم حقيقة أحزاب وهناك مصالح مشتركة حقيقة. من الصعب اليوم أن السوداني يكون صاحب قرار، لكن حقيقة إذا كان العراب إن صح التعبير السيد السوداني مقبول من قبل الطرف الآخر سيكون عملية التفاوض مرنة. وهنا حقيقة نحتاج احنا الى شخصية موثق به من قبل الطرف الاخر اللي هو صح التعبير طرف اقليم كردستان. اعتقد اليوم خلال فترة ال 120 يوم الماضية هناك ثقة لا بأس بها ما بين السيد السوداني وما بين الاقليم، يعني هناك خطوط كثيرة ممكن تفاهم عليها. اليوم السيد السوداني ليس لديه العقدة الماضي او الصراعات او ما شابه ذلك، او صح التعبير الصراع الصفري ما بين بغداد وما بين الاقليم. اتوقع ان السيد السوداني يبحث عن المنطقه المشتركه القاسم المشترك ما بين الاقليم وما بين السيد السوداني او ما بين بغداد. على كل حال هو حتى الطرف الكردي ايضا يسعى جاهدا بوجود هكذا ان صح التعبير يعني حكومه ممكن التفاهم معها لتذليل الصعاب. هذه المشاكل احنا اكيد نعرفها، يعني عمرها اكثر من 19 سنه، فليس من السهل اليوم انت مشكله عمرها 19 سنه ممكن ان تحلها خلال سنه او اقل.